عن الموهوبين في مصر نجوم المستقبل. إذا كنا نشاهد في الفترة الأخيرة عشرات المواهب والنجوم الجدد في التلفزيون أو السينما أو المسرح، فوراء كل وجه جديد مبدع كبير آمن بموهبته وقدمه للجمهور. مع المبدع الكبير صانع النجوم المخرج خالد جلال. كيف تكتشف النجوم؟ أنا عندي إيمان بأن ما فيش مخلوق في الكون ما فيهوش حتة دقيقة واحدة بيبقى فيها أجمل واحد في العالم. أنا بقعد شهور أدور على الدقيقة دي. مسرحي كبير منح الفرصة لعشرات الشباب عشاق الفن، وتولى قيادة أهم مركز للإبداع الفني في مصر، ونجح بالعديد من الوجوه الشابة التي تبناها في إعادة الجمهور إلى المسرح. اللي بيتعرض قدام الناس ده هو النتيجة النهائية لجهد ممكن يستمر سنة أو سنتين علشان نخلق معادلة من مجموعة من الموهوبين نحطهم جنب بعض فحضرتك تشوفهم في أجمل لحظات. أتحدث عن المهمة الأولى لصناع الفن، حراس قوتنا الناعمة، مهمة اكتشاف ورعاية الموهوبين وصناعة النجوم. أين يذهب الموهوبون في مصر؟ الإجابة في حديث العرب من مصر الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.